أهلا بكم في قلعة البطولات ونادي الجماهير المصرية والعربية والعالمية كمان، في لقاء مميز مع شريك مهم من شركاء النجاح في منظومة ملتزمة دايما بالنجاح. أهلا بك كابتن سيد، برحب بيك كابتن سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق والحالي. يا اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بيكي ومشرفينا دايما يا رب. ميرسي، ربنا يخليك. الاول قبل ما نبتدي بقى الكلام هقول لك يعني الاهلي مفرح جمهوره دايما وما بيخذلهوش، يعني ما شاء الله بطولات متتاليه وفوز كبير، وطبعا بدون تحيز بالرغم ان انا اهلاويه ومن حقي ابقى متحيزه يعني، بس دي الحقيقه. الحمد لله، يمكن الاهلي بمنظومته ومؤسسته يمكن من قديم الازل من 1907، يعني هي بتتعامل كوحده واحده، ومن اكتر الحاجات اللي بتميزها هي الحته الجمعيه ما بين كل فرد في المنظومه من اصغر واحد لاكبر واحد. اعتقد ان من اسباب النجاح او سر من اسرار النجاح الكبيره جدا الالفه اللي موجوده والعمل الجماعي اللي مرتبط بين الجميع. يعني سمعت ان انت يعني ليك وش تاني كده مخيف شويه غير اللي احنا شايفينه بقى من الذوق والطيبه والاخلاق طبعا المشهود بيها في كل حته، يعني صح كده؟ والله مش عارف، يمكن اللي انا فاهمه واللي انا متربى عليه او ان انا يعني عشته في النادي الاهلي، يمكن انا بقى لي حوالي 32 سنه موجود في جدران النادي الاهلي، عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيتي واهلي واخواتي، وحتى بيتي في الوقت الحالي بتقعد فيه اكتر فتره ممكنه يعني. لكن يمكن انا بس عندي حته المسؤوليه في المباريات، من وانا بلعب بتبقى في محتاجه تركيز شويه، محتاجه نوع من يعني الاهتمام اكتر شويه، فبيبان على الوجه الخارجي، لكن بمجرد ما بيبقى الامر مش مرتبط بشغل او تركيز ولا حاجه فبتعيش حياتك العاديه والانسانيه. وعندي مفهوم تاني حتى مع اللعيبه، هم عارفينه كده كويس، احنا يبقى ممكن يبقى بنتعشى مع بعض وبنخرج مع بعض، صحاب وحبايب جدا كمان. جدا مفيش اي مشكله اطلاقا، وعندي من المساحات ان انا بديها مع اللعيبه وهم كمان عارفين كده برضو، يعني ان يبقى بره اطار الشغل المساحات دي موجوده، لكن جوه نطاق الشغل عند اللزوم يعملوا لك الف حساب في ايوه في مش ليا بس للاهلي يعني، وما اعتقدش حتى بغياب عنصر من العناصر اللي موجوده في اللعبه يعني الامر هيختل، والا ما يبقاش منظومه اصلا، يعني ما تبقاش فيها سيستم من قديم الازل يعني. يعني انا لو ما جيتش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 الشغل ماشي، لان هو ماشي لان هو سيستم يعني من الاخر كده، يعني ما فيش عشم في الشغل. لو حد فاهم حاجه غير كده يبقى الخلل عنده مش عندي يعني. طيب بالنسبه لانه الفلوس بتوجع شويه زياده اكتر من اي عقاب تاني، فانت يعني عاده الجزاءات بتاعتكم بتبقى خصم مادي قوي، وفي احيانا مبالغ يعني سمعت انها كبيره. خلينا برضو نروح للواقع احنا عايشينه، العالم كله في الوقت الحالي يعني في امور بعيد عن السلوك، في امور التزاميه انضباطيه، فالامور الماليه زي ما انت بتاخد حقك تالت ومتلت كلاعب في التفاوض، او اديني حق كنادي، اديني حق من القواعد اللي احنا حاطينها، من اللائحه اللي احنا حاطينها. يعني احنا عندنا لائحه، اللائحه دي حتى لو لاعب اتاخر ولا حاجه مش هتقعد تجيبه كل يوم تقول له انت اتاخرت ليه، الا لو كان في حاجه. هو فاهم كده، هو فاهم كويس قوي، ما بيزعلش يعني. تمام، يعني الدقيقه خلاص احنا معادنا الساعه 3 يبقى الساعه 3، الساعه 3 ودقيقه يبقى في تاخير، محدش بيعترض ابدا خالص، لان ده ولا نظام. بيقول ده كتير مثلا، انت خصمت لي مثلا مبلغ كبير قوي، ده حرام او كده، محدش تمرد يعني لا ما اعتقدش ان في حاجه حصلت يعني. مفيش حاجه هتيجي عليك وهتبقى فرحانه، اوكي أكيد. بس اي حد برضو عنده واقعيه في فكره فبيشوف ان التقصير كان من عنده، يعني انا هدي لك في لعيبه كتير ما خصمتلهاش حاجه، بس يعني انا بقى لي فتره طويله موجود الحمد لله 4 مليون، لكن في لعيبه ما فيش اي خصم خالص، لكن ملتزمين جدا، محدش فيهم فكر يعني. وبعدين انت كمان يعني زي ما بتاخد كلوائح ومكافئات كمان لازم لما يكون في لا قدر الله حاجه اخفاق ولا حاجه لازم كمان حق النادي يرجع يعني. لازم حق النادي يرجع يعني. وكده كده احنا عارفين انه الاهلي ما بيوقفش على حد وما بي يعني ما عندوش مشكلة يعني. أنا عارفة إن أنتوا سافرتوا قريب الكونغو في ماتش مهم من تصفيات أفريقيا، بطولة أفريقيا بدون لاعب مهم جدا كان يعني المفروض إنه مؤثر في الفريق، ولكن هو كان عنده فترة عقاب كده يعني معروفة. بص، فما يعني بيقفش الأهلي على حد ولا لاعب أيا كان درجة تأثيره يعني في الفرقة. ده مفهوم برضو زي ما أنا قلت من دقيقة واحدة عشان ما أبقاش بنقد كلامي، يعني في العصر اللي أنت فيه هو العصر المادي يعني الارتباط المادي، لكن في أمور تانية بيبقى الهدف منها كمان هدف تربوي أو هدف نوع من الانضباط الاكثر التزاما، ممكن تتاثر شويه.
تتأثر، لكن الفايدة هتبقى أكبر بكتير في الخطوات اللي جاية. وإحنا عندنا مفهوم تربينا عليه إن ممكن تاخد قرار النهاردة هو قرار صح 100% بس يأثر عليك فنيا لفترة، بس صدقني أنت هتكسب الفترات اللي بعدها كلها. والعكس صحيح، لو ما خدتش القرار ده ممكن تكسب فنيا دلوقتي لكن هتخسر بعد كده. بتحافظ على تماسك المنظومة اللي هي أصلا لا تستثني أحد ولا طبعاً عندها خروج على القاعدة طبعاً بأي شكل. حتى داخليا يعني برضو مش مسألة سر، لكن هو ده اللي احنا بنعمله. يعني مش من عاداتي أبدا أن أنت تعلن على عقوبة طالما الأمر داخلي. بتعلن على عقوبة في حالتين، يا يعني إما عايز توصل مسج للعيبة كلها اللي موجودة أن ده كان أمر خلي بالكم مش عايزه يتكرر أبدا لأن الموضوع كان مش سهل، فانت بتقوله وبتعلنه عشان اللعيبه زمايله واللعيبه اللي موجوده في الفرقه تاخد بالها الامر ما يتكررش. او الموضوع حصل قدام الناس، بنلعب مباراه او بنلعب يعني افريقيا محلي افريقي محلي ايا كان الوضع، فالامر مذاع في التلفزيون الناس كلها شافته، فلما يبقى في خطا كمان يبقى خلاص بنقول للناس احنا عاقبنا بناء على هذا الخطا. لكن في واحد مثلا اتاخر ولا حاجه في لائحه خلاص مش هتطلع تقول النهارده انا خصمت من فلان. لا اكيد يعني مش معلن الكلام ده يومي حاجه يعني. داخليه زي ابنك بالظبط يعني احنا في الاهلي، في الاهلي يمكن بنتعامل معامله البيت الواحد يعني انت بتدافع على الاهلي كانك بتدافع عن بيتك. فبرضه من الحكمه تقول ان انت يعني مش كل حاجه تقف عندها، يعني في حاجات كده زي مع 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 زي معامله الابناء الاولاد او اللعيبه بالنسبه لهم انت بتعاملهم زي اخواتك الصغيرين او مش عايز اقول مثلا ان انا يعني اكبر منهم في مقام الوالد لكن اخوهم الكبير مثلا يعني. ففي حاجات انت بتركز مره واثنين وثلاثه واربعه، وفي حاجات بتسكت انت. الدور ده بيقوم اللعيبه الكبيره الثانيه بقى يعني عشان تبقى مسجات بتوصل يعني ساعات بتعمل شويه وساطه كده يعني وسطاء بينك وبينهم. طبعا مش وسطاء. ليه بقى ليه مش وسطاء؟ لا يعني ساعات ببقى عايز اوصل رساله معينه كتر ما هقولها هيبقى فيها هتفقد قوتها، كتر ما انت بتقولها كل يوم كل يوم كل يوم فبتفقد القوه بتاعتها. التون بتاع الصوت بتاعك كمان بيختلف من فتره للتانية او من مرحله للتانيه انا عارف ده كويس، لكن في فتره تانيه بتبقى لو استخدمت اللعيب الكبير واللعيب اللي له اسمه او كابتن الفرقه او من اللعيبه اللي ليها دور مميز في الفرقه وليها تاريخ في الفرقه محبوب في الفرقه ممكن القوه في الفتره دي حكمه القوه في الفتره دي تبقى منه اكتر منك. جميل. تيجي منه اكتر منك يعني. صح ده ذكاء كبير في التعامل يعني. وفي نفس الوقت هو ممكن بيبقى معاه وهم بيتفرجوا على تلفزيون وهم بيتغدوا وهم بيتعشوا، فالعمليه فيها نوع من النفسيه المطمئنه كده يعني. إن احنا زمايل احنا مش ده مش بالزبط. مش المدير بتاعنا او او المسؤول عنه. ومن الاسباب الكبيره في نجاحنا دايما اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره اللي لها دور مهم في الفرقه يعني. بمناسبة بقى سيرة الكونغو اللي أنا جبت اللي أنا كلمت عنها دلوقتي، المدرب بتاع فرقة فيتا كلاب ده كان قال تصريحات كده يعني هي استفزتنا احنا كجمهور. قال إن هو يعني هيتعمد يلعب فريق الأهلي في عز الحر والظهر من باب الانتقام يعني علشان يبقى. فكانت النتيجة هزيمة ساحقة على أرضهم، وأنا بعتبر ده تحدي من تحديات الأهلي الكتير. من التصريحات اللي فادتنا على فكره يعني، زودت من الحماس حماس وزودت من الاهتمام اهتمام وزودت من التركيز اكتر كمان لتركيز اعلى. جابت نتيجه عكسيه معايا. جابت نتيجه عكسيه بس خلي بالك في بعض الامور بتستخدم التصريحات ديت للضغط على المنافس، وده موجود في العالم كله. شيء مشروع يعني. طبعا يعني وفي العالم بتشوفيه يعني. ممكن تقول تصريح يبقى فيه ضغط على المنافس شويه بس يبقى فيه حكمه يعني، تصريح من غير اهانه تمام. تصريح فيه ضغط على المنافس، لكن في اللي حضرتك بتقوليه او اللي ذكرتيه ده اعتقد ان هو جه في صالحنا احنا مش ليه. هو جه في صالحكم طبعا الحمد لله. الحمد لله. طيب بيقولوا دايما ما تامنش للاهلي يعني لو كان حتى انت غالب 3-0 بيغير النتيجه في الدقائق ويمكن الثواني الاخيره. مظبوط. ودي برضو من ضمن الميزات اللي موجوده في فرقه النادي الاهلي اللي مش موجوده في يعني ملوش امان. بصي على يعني بياخد الفوز برضه بيخطفه في الاخر مفيش فايده. على مدار التاريخ كله يمكن في على العالم كله اول نادي في العالم او النادي الوحيد اللي في العالم يقول لك روح الفانيلا الحمر يعني في كل في كل العالم ناس بتلبس احمر كتير جدا، لكن المصطلح ده او الشعار ده موجود في الاهلي بس روح الفانيلا الحمر. هي خد خد اللون الاهلي خد اللون كله بقت روح. وبعدين حاله التركيز اللي بتبقى عليها الفرقه مش عايز اقول ال11 اللي بيلعبوا بس ده الجهاز اللي بره وان كمان اللي موجودين على الدكه بتبقى حاله عاليه جدا بتبقى واصله لمنتهاها وافضل حاله في حالتها وافضل وقت الوقت الاخير. وانا بقول مثلا يعني تقييمي للاحداث في كره القدم الموضوع مش فاضل قد ايه انت حالتك ايه يعني ممكن يبقى فاضل 5 دقايق بس انا حالتي
يعني احساسي ان الحاله ممكن يجي فيها دلوقتي. انا عندي لسه ال 90 دقيقه جدا. كانهم مره كنا بنلعب كاس مصر 2017 وكنا مغلوبين 1-0 في الدقيقه 117. يعني كنا مغلوبين عادي عادي. اه والله كنا مغلوبين يعني. وانا واقف على الدكه كده كان معانا مدير فني و ومدرب حراس مرمى والناس قاعده طبعا الوضع الطبيعي. وانا واقف والله قلت لهم هنكسب مش هنتعادل، ده فاضل 3 دقايق على الوقت هنكسب. والله قلت لهم هنكسب. حالتنا خلاص انت في حاله ضغط رهيبه جدا على الخصم وكل مثلا 15 ثانيه 10 ثواني من 10 15 ثانيه بتعمل فرصه. بتعمل فرصه يعني حتى لو فقدتها بتجيبها تاني. فانت بتتكلم خلال الدقيقه الواحده ممكن تعمل فرصتين ثلاثه. فانت بتتكلم على 3 دقايق غير الوقت البدل الضايع اللي ممكن يبقى دقيقتين، فانت بتتكلم في 5 دقايق يعني. وفعلا يعني اتعادلنا في الدقيقه 118 وكسبنا في الدقيقه 121 والحمد لله خدنا الكاس يعني. دايما دايما الاهلي رفع راسنا يعني فرحنا. طيب اقول لك يعني نجاحك الكبير كمدير للكوره واداري شاطر عوضك عن حبك للعب ونجوميتك كلاعب؟ يعني مش عايز اكذب. لا من غير كذب احنا عايزين الحقيقه. ما اعتقدش ان في اي حاجه ليها رونقها وحلاوتها في عناصر اللعبه كلها او في منظومه الكره كلها غير لعيب الكوره. لعيب الكوره افضل واحد في المنظومه كلها كاحساس. انت بتلعب بتعمل حاجه بتحبها، هوايه بتحبها، وكمان بتستفاد منها. يعني دايما الانسان اللي بيعمل هوايه بيحبها ولا حاجه بيدفع لها. مظبوط. لا انت في كره القدم دي هوايه بالنسبه لك وبتحبها جدا ومرتبط بيها جدا وبتستفاد منها. تستفاد منها وكل ما تخلص ليها اللي انت بتحبها قوي دي اوكي يعني فتستفاد منها اكتر. وانا بقول ان الكره زي الدنيا يعني الاثنين قريبين من بعض، ممكن تبدا بحاله وتنتهي بحاله تانية خالص، لكن استعدادك انت ايه وتركيزك انت ايه واصرارك والهدف تارجت اللي انت عايز توصل له ايه، اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك على قد تعبك يعني. لكن في نفس الوقت بتبقى عامله زي صندوق الدنيا ما تعرفش مخبيه لك ايه. بس انت اعتزلت بدري قوي يعني في سن صغير وانت في عز يعني نجوميتك كلاعب. مش عايز اقول برضو ان انا ما زعلتش، لا اكيد طبعا دي طبعا حاجه قدريه يعني 28 سنه يعني حد لسه بتتكلم في مرحله نضج. يعني مرحله النضج اللي بتيجي بعد ال 25 لحد ال 30 31 دي بتبقى من احلى ايام حياتك. يعني فتره الشباب بتبقى فيها يعني نوع من الـ 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 الاقبال شويه على كره القدم وروح عاليه في كره القدم. لكن بعد ال 24 25 بتبقى في مرحله نضج كده بتوصل لها بتبقى شكل كويس. انت بقى في النص ده رحت الخبره بقى والممارسه. انا اتعرضت لاصابات كتير جدا، لكن كان من الحاجات اللي علمت معايا جدا برضو جدا جدا يعني بعد ما بطلت بشويه صغيرين. يعني في شخص بعتز بيه طبعا قال لي يمكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك ان انت تنهي حياه بدري في كره القدم تبدا مشوار بدري كمان في حته ثانيه تبدا يعني حياه بشكل مختلف من النجاح برضه محقق في نجاح يعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين لا يقل عن نجاحك كلاعب ونجم في الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله يمكن الواحد من الحاجات اللي هي بعتز بيها طبعا يمكن احنا في النادي الاهلي بنشتغل برضه مش عايز يعني اقصر من حقوق الناس يعني كلنا منظومه واحده ويمكن من العمال للاداريين للجهاز الطبي للجهاز الاداري للجهاز الفني لمجلس الاداره قبلهم كل دول الجماهير كل واحد بيبقى له دور ولو بسيط مش باين ومش واضح لكن له دور عشان تكمل السلسله قد يكون مش ملحوظ قوي لكن لو واحد عنده نوع من الانصاف والثقه بالنفس في نفس الوقت يعني لازم يقر بيه او يقوله. يعني تقول ايه يا كابتن للجماهير المتعصبه اللي بتشجع فرق تانية يعني اللي بتقول لو الاهلي بيلعب مع اسرائيل هشجع اسرائيل؟ بص الانتماء في حد ذاته شيء جميل جدا وارتباطك بنادي شيء رائع جدا. تعصب مش انتماء. طبعا لكن احنا يمكن في المرحله الاخيره شويه عدينا الحد ده بل بقى في تطاول شويه بشكل ملحوظ جدا يعني لكن اعتقد ان لما بيبقى فيه نقطه بنتجمع عليها لا بنتجمع يعني انا مش مع ده طبعا خالص يعني احنا انا بؤمن جدا بالمنافسه بؤمن جدا بالاصرار والعزيمه وان انت تبقى بتعمل كل حاجه عشان تحقق نجاح لفرقتك ده وضع طبيعي جدا في العالم كله لكن ده لا يتخطى ابدا او لا يعني يجوز ابدا ان انا اهين من حد او اخد من رصيد حد يعني لكن زي ما قلت من شويه ان ممكن يبقى في تصريحات يبقى الهدف منها منافسه او الضغط على المنافس لا بس دي مش ضغط احنا بنقول انا وزي المثل اللي بيقول انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب غريب. ما ينفعش نقول ان فرقه مثلا مصريه بتلعب فرقه اجنبيه فانا اشجع الاجنبيه علشان انا مش اهلاوي فانا زملكاوي انا طب نبدا حدوته من اولها احنا يعني عايزين نقول مش عايزين التعصب ده بالشكل ده الموضوع دوركم برضه
يعني دور الحته الاعلاميه الحقيقه، التوعيه، التوعيه المهمه جدا في الفتره. طبعا. طبعا لان انت لما انت المشجع او المتفرج ده متلقي في امور كتير قوي، يمكن ما تشحنهوش بقى، ما تشحنهوش انت طبعا وتبدا تجيب امثله يعني. ممكن يبقى ده ممكن الناس تجيب امثله من 20 سنه اوكي بلوائح اتغيرت. يعني كره القدم عباره عن لوائح، يعني تحديد البطل مثلا في سنه من سنين كان بيرتبط اللي جايب اهداف اكتر، لو تعادلنا في النقاط اللي جايب اهداف اكتر. اللائحه دي اتغيرت فبقت باللقاءات المباشره، يعني لو احنا تعادلنا في النقط وانا كسبت الفرقه المنافسه مثلا في اللقاء المباشر بينها وبيني فانا اخد البطوله. من 20 سنه كان الامر مختلف، ما ينفعش تجيب انت حاله من 20 سنه كانت بلائحه ثانيه واحوال ثانيه واجواء ثانيه وتقارنها دلوقتي. حاضر، قارنها دلوقتي، فاهماني؟ فده اعتقد ده دور الاعلام، مش هيبقى ودور المسؤولين برضو عشان ابقى امين يعني في بعض الامور يعني اللي تستوجب ان يبقى في اطار مظبوط وخط مظبوط. بس اعتقد ان احنا بدانا شويه ترجع للايام بتاعه زمان. يعني بنعمل دعوات كتير طبعا لنبذ التعصب ده، وان شاء الله يبقى احسن. طيب هسالك بقى، المدام يعني بتعاني من قله وجودك المستمر وسفرك الدايم ومعسكرات والكلام ده يعني؟ والله بص، يعني اعتقد ان من الناس اللي ممكن يعني رصيدهم عندي كبير جدا جدا يعني يعني لو انا قلت حد مظلوم معايا ممكن تبقى هي، لان اكاد اكون مش موجود بشكل دائم. انا بخش النادي ما اعرفش بطلع امتى، انا عارف انا بخش النادي الساعه كام، يعني هاجي النادي الساعه كام، لكن هطلع منه الساعه كام مش عارف. امتى ده حقيقي يعني ممكن يبقى التمرين الساعه 11 مثلا فاجي الساعه 9 ونص 10 مثلا يعني، لكن هطلع الساعه كام دي مش بتاعتي خالص، لان بيستجد شويه حاجات كتير قوي يعني. فالدور الاسري والتربوي اللي عند الولاد و الحاجات النجاحات اللي ولادي انا فخور بيهم طبعا يعني، ربنا يحفظهم اذا كان مريم ويوسف وتسنيم ووالدتهم، فاعتقد ان لها دور كبير جدا 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 في نجاحنا يعني. اكيد اكيد، واكيد ما بتقعدش مع الولاد زي ما انت قلت بقى، يعني مظلومين برضو شويه، بس في احيان تانية بتعوضهم يعني، مثلا تنتهز فرصه الاجازه، فرصه وقت تقدر تاخدهم تعوض النقص. بص انا اب يعني مسالم الى حد كبير شويه يعني، مش الوش اللي انت بتتكلمي عليه ده مش موجود في البيت خالص. لا لا ده ملوش دعوه بالبيت، ده ليه دعوه بهنا بس. لا له دعوه في الشغل، لكن في الحياه حتى والله في الشارع مش موجود. برضو هم برضو يعني مقدرين ده، يمكن كبروا شويه. مريم طبعا الحمد لله ربنا يحفظها كبرت شويه ففهمت، يوسف نفس الكلام، يوسف لعيب كوره ففاهم الامر ماشي ازاي. تسنيم هي اللي يعني كانت الاول شويه الامر بالنسبه لها كان لا انت ما فيش اجازه، لا عايزك تقعد معايا شويه، بدات برضو تسنيم دي اخر العنقود بقى اللي احنا عارفين انها مسيطره. مسيطره كده، دي نقطه الضعف دي اللي نتوسط نعتبرها واسطه لو عاوزنا اي حاجه منك. لا دي تقول اي حاجه، البيت كله دي هي اللي بتحط اللوايا. طيب احنا برضو هنعرف كده وهنستغل تسنيم. طيب هقول لك سؤال اسم وتقول لي ترد بجمله واحده. احنا طبعا اتكلمنا عن المدام وعن الولاد، فانا مش هعيد تاني الكلام، فهقول لك الخطيب. كابتن الخطيب اعتقد ان انا من المحظوظين ان انا بدات شغلي وهو موجود، يعني بدات شغلي العمل الاداري في الاول كنت مع مدير اكاديميه فرع المنصوره، اكاديميه الاهلي فرع المنصوره مع كابتن محمد رمضان. لكن لما اشتغلت في داخل النادي الاهلي هنا في قطاع كره القدم كنت منسق للجنه الكوره، كان بيترأسها كابتن حسن حمدي كرئيس للنادي ومعاه كابتن الخطيب وكابتن طارق سليم، فكنت محظوظ ان انا بدات ثلاث اسماء يعني جباره في الحته الاداريه، جباره يعني. اتعلمت ازاي تدير ازمه، ازاي تحول من مشكله كبيره جدا جدا لمشكله خفيفه، ازاي تحول من كارثه لمشكله صغيره، ازاي تحول من ازمه كبيره جدا تديرها ازاي، ما تاثرش على الفرقه ازاي، تقدر تختار حتى التوقيت اللي ممكن انت تستخدم فيه اسلوبك وذكائك في اداره الامور، ازاي تدير منظومه لكره القدم من اسماء كبيره زي كابتن حسن وكابتن خطيب وكابتن طارق سليم يعني. هقول لك والدتك. يعني طبعا كان والدي ووالدتي هم الناس اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني، يمكن ربنا يحفظها ويخليها. اعتقد ان مش انا بس، اي واحد عنده ام عايشه يعني ماشي بدعائها يعني. ربنا يخليها لك. النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتي يعني، لما بتخش النادي الاهلي بتحس احساس
يعني يفتقدوا اي حد مش ما ترباش في النادي الاهلي يعني او ما كانش عايش في النادي الاهلي. مش معنى كده ان الناس الثانيه وحشه، بالعكس يعني طبعا كل واحد محظوظ يعني. لان في شويه حاجات كده لو انا حكيتها لك او قلتها لك، منها على سبيل المثال انا بقالي 32 سنه في النادي زي ما قلت لك، 32 سنه من 13/6/89 موجود داخل جدران النادي الاهلي. لما كنا صغيرين وكان بيبقى فرقتنا بتتمرن، فيجي واحد من الفرق الاكبر منك بسنه لاسباب ما دراسيه مرتبطه بتاخير ولا حاجه، فيتمرن بدل ما يتمرن مع فرقته يتمرن مع فرقتنا، فكان المدير الفني بتاعنا يقول لك ازاي تتعامل مع الاكبر منك بسنه، فبيدي لك رسائل تربويه طبعا. كبيره جدا، فانت بتطلع عليها. فالحته ديت يعني اعتقد ان خريج مدرسه كره في النادي الاهلي اعتقد ان هو بيساوي حاجات كتير جدا جدا في المفهوم اللي بيطلع فيه في الدرجه الاولى من تحمل ضغوط، من معامله زمايل، من معامله جهاز، من معامله منافسين، تربيه متكامله مختلفة على كل مختلفة. المستويات ازاي يتكلم، ازاي يتعامل مع المباريات الكبيره، مع الاحداث الكبيره، مع الشخصيات الكبيره. فانت بتلاقي واحد خريج مدرسه النادي الاهلي جميل طبعا. اخر حاجه هقول لك، تقول لمين فضلك عليا مش ممكن انساه؟ الحقيقه في اسره، يعني انا دايما اقول الحياة بالنسبة لنا يعني فيها أخذ وعطاء، يعني ساعات بتدي وساعات بتاخد كده، لكن في أسرة هي مش يعني مش من عيلتي ولا من أصحابي ولا حاجة، ده كان واحد بيلعب معانا في النادي هنا وزميلي يعني، واتعرفت عليه سنة 89، يعني دخلت بيتهم سنة 89، كان من الفرقة. لو في حد له جميلة مش عارف أردها خالص يعني أعتقد إن الأسرة ديت، لان هي استضافتني وانت كنت واحد عندك 11 سنه ونص ولا 12 سنه يعني من 89 لحد دلوقتي، فاعتقد ان الجمايل بتاعتهم مهما انت عملت او مهما حاولت يعني ما اعتقدش ان انت ممكن توفيهم حقهم يعني، وعلاقتك مستمره بيهم طبعا. طبعا اخواتي يعني. جميل جدا جدا. انا طبعا اسره عمو غريب يعني طبعا عشان ما اقولش الاسم. ايوه غريب عمو. طيب كويس انك قلت، برضه احنا نشكرهم ونقول لهم شكرا يعني. طبعا أشكرك جدا كابتن سيد عبد الحفيظ، استمتعنا جدا باللقاء معاك ونورتنا ونورت تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيكي وأهلا بتلفزيون اليوم السابع، وكنت يا رب أكون ضيف خفيف كده يعني، لكن طبعا جدا طبعا يشرفني جدا أن أكون موجود معاكي ومع تلفزيون قناة اليوم السابع. ميرسي ليك جدا، شرفتني. تحت أمرك. إلى لقاء قريب مع نجم جديد من نجومنا اللي بنحبهم.